إلى التطورات اليمنية، حيث أفادت مصادر سياسية بأن الحكومة اليمنية شكلت 3 لجان لدراسة خريطة الطريق المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بعد ضغوط دولية شديدة على الحكومة لتسلم ومناقشة الرؤية الأممية لحل الأزمة. على رغم تحفظات طرفي النزاع عليها، تتعرض الحكومة اليمنية لضغوط دولية من أجل التعامل ودراسة خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ كشفت مصادر سياسية لموقع براقش تشكيل الحكومة 3 لجان سياسية وأمنية وقانونية لدراسة الرؤية الأممية من مختلف الجوانب، إلا أن المصادر أكدت أن دراسة الرؤية لا تعني القبول بها، وذلك مع تمسك الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بموقفه الرافض لها ولأي خطة حل لا تستند إلى المرجعيات المتفق عليها. ميدانيا اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح فوق مأرب، كما استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع الميليشيات غرب العاصمة صنعاء، إضافة إلى استهدافها مبنى الأمن القومي والكلية الحربية شمال شرق العاصمة وجنوبها في جبل عطان ونقم. التحالف العربي قصف أيضا مواقع الميليشيات في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب وفي محافظات عمران وحجة والمحويت، هذا إضافة إلى شنه غارات على مواقع في محافظة الحديدة تابعة للميليشيات. وفي محافظة تعز استهدف التحالف تجمعات الميليشيات في منطقة ذباب شمال باب المندب وجبل مهيوب شرقها، واستمرت المواجهات على جبهة الأحكوم جنوب المحافظة، في حين أسفر القصف العشوائي من قبل الميليشيات عن مقتل وجرح عدد من المدنيين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز. جمانة خوجة، العربية.